مساء الخير على كل مشاهدين برنامجكم اس ام اس. زي ما عودناكم كل مره، طبعا بكون سعيده وانا داخل كل بيت من خلال برنامج اس ام اس. بنقول كل مره بنجدد حلقاتنا مع برنامج اس ام اس من خلالكم بكل المواضيع الهامه واللي تخصنا واللي بتخص كل بيت مصري والحياه المجتمعيه والمجتمع كله. برحب بيكم، بقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا، ودايما بلاقي نفسي معاكم ومن خلالكم وبيكم، وبحبكم جدا جدا، وبحب اقدم كل ما هو جديد اللي بيفيدكم واللي انا نفسي بستفيد معاكم بيه، مش مجرد ليكم انتم. موضوع حلقتنا النهارده موضوع هو كلنا، يعني ده بيخصنا كلنا، وكلنا ان احنا بنستفيد وبنشوفه ودايما داخل كل بيت، هو النت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. طيب موضوع السوشيال ميديا والمواقع النت والسوشيال ميديا طبعا هو مؤثر لينا جدا ومؤثر في مجتمعنا، ليه ايجابياته وليه سلبياته. دايما زي ما بنقول ان كل حاجه ليها ايجابيات وليها سلبيات وليها هي بتكون نافعه وبتكون ضاره، ولكن ده بيتوقف علينا احنا كنا ان احنا ازاي بنستخدمها او ازاي ان احنا بنحول الحاجه اللي ممكن تنفعنا في حياتنا كلنا لحاجه ضاره واحنا بنضر بيها بعضنا البعض. تمام؟ هنقول بالنسبه طبعا ايجابيات وسلبيات مواقع السوشيال ميديا. ما نقدرش ننكر ان مواقع السوشيال ميديا كلها اصبحت ان هي ليها تأثيرها القوي جدا، ولا نستطيع ان ننكر ان هي قربت المسافات بيننا وبين العالم كله، اصبح ان هو عبارة عن حاجة بسيطة يعتبر قرية صغيرة. تمام؟ بيجمع ما بيننا من جميع دول العالم، من جميع الجنسيات، من جميع مختلف الاعمار، في كمان الديانات، وايضا المستوى الفكري. طيب هنقدر نقول ازاي ان احنا بنقدر ان احنا نستفيد، وازاي ان احنا بيأثر لي علينا، وازاي ان احنا بيكون في سلبيات وبتضرنا وبنقابل منها مشاكل كتيره في حياتنا المجتمعيه ومن خلال اليوم اللي احنا بنعيش فيه. طيب بنقول اهم الايجابيات دي بالنسبة للسوشيال ميديا، هو ليها تأثيرها القوي اللي بدأ يعني من خلال 20 سنة ان هو ينتشر بصورة منتشرة وكبيرة جدا. ده بالنسبة لأهم الشركات وقدرة الشركات والمؤسسات على ان هم يقدروا يوصلوا لأكبر عدد ممكن، ويقدروا ان هم يزودوا من الأرباح الخاصة بالمنشآت ديت، ويقدروا في نفس الوقت يقدموا لنا بعض الخدمات النافعة لينا كلنا. تمام؟ منها كمان ايه تاني؟ يعني حضرتك احنا هنقدر نقول ان انت دلوقتي اصبح ان كل حاجه سوشيال ميديا، كل حاجه نت، كل حاجه فيسبوك، كل حاجه ده ليها تاثيرها القوي. احنا دلوقتي بيأثر كمان ان احنا ما نقدرش ان احنا ممكن نروح نجيب حاجه ممكن عن طريق بعض التطبيقات، بنقدر ان احنا نتصل وبنجيب الخدمات الخاصه بينا او بعض الحاجات المتطلبات اللي احنا يعني ايه بنكون في احتياج ليها. حاجه تانيه كمان بيكون عامل اساسي ومهم جدا في انتشار المعلومه وانتشار الاخبار. انا بقدر من خلال السوشيال ميديا اقدر اوصل لاهم الاخبار واخر الاخبار الخاصه بالعالم كله، وبقدر ان انا اكون ملمه بيه، لان انا مش يعني ده في خلال ان انا مش هستنى الجريده او هستنى التلفزيون او القناه ايا كان. مثال يعني احنا دلوقتي برنامج على الهواء، نقدر من خلال السوشيال ميديا عن طريق اليوتيوب، عن طريق ايا كان، نقدر نجيب البرنامج ونقدر نتفرج فيه واحنا خارج البيت واثناء ما احنا موجودين في العمل مش داخل البيت. يعني انا اصبحت ان انا غير مقيده بالشاشه. تمام؟ طيب بنستفيد ازاي؟ بنقدر نقول هو عالم للمعرفة، هو النت هو عالم للمعرفة والجمع ما بين العالم كله بعضهم البعض. تقدر ان احنا زي ما احنا قلنا تأثيره علينا ازاي؟ من خلال التواصل، من خلال ان انا بقدر انشر بعض المعلومات وبعض الاخبار الهامة جدا لينا داخل البيت وبره البيت. تمام؟ عملية انتشار للتعليم، عملية انتشار للمعلومة الصحيحة، نقدر نقول مساعدة الآخرين عن طريق الفيسبوك. تمام؟ ونيجي نقول ايه كمان تاني؟ المساعدة الغير. تمام؟ ونقدر نقول ايه تاني؟ طبعا اصبح ان احنا
تعليمنا دلوقتي بقى اصبح اونلاين، في دورات تدريبيه بتقدر تاخدها عن طريق النت، فاصبح اننا هنا بقول ايه، هو مهم لينا، مهم لينا، بيفيدنا، بيفيدنا. طيب لما هو بيفيدنا ليه بقى بنحوله من حاجه، من اله او ادوات نافعه لادوات ضاره؟ ده بيبقى سوء تعامل ما بين الجماهير او ما بين الافراد او ما بين الاشخاص. تمام، انا بستفيد منه وانتوا بتستفيدوا منه. انت ممكن تكون قاعد في بيتك ما بتخرجش وكل حاجه بتوصل لك لحد عندك في ظرف دقيقه او اقل من مينت، بتكون المعلومه واصله لك، بتكون هي هنقول مدى الانتشار سريع جدا وفعال بالنسبة لأي حاجة بتحصل، وبتقدر ان انت بتعرف كل حاجة بتكون محيطة بيك خارج العالم وداخل بره الدولة وداخل الدولة وحول العالم كله. تمام، طيب هنيجي بقى نتكلم نشوف ايه السلبيات. احنا كده قلنا الايجابيات من مواقع السوشيال ميديا والفيسبوك وتأثيرها علينا، بتفيدنا، بتفيدنا، بنتعامل فيه. انت ممكن تكون تعبان بتتصل عن طريق الدكتور كويس، بتبدا ان انت تشوفه، بتجيبه، بينفعك، بينفعك، ولكن ليه سلبيات. السلبيات دي ازاي؟ السلبيات دي سوء تعامل مع مواقع السوشيال ميديا والفيسبوك. طيب هنعرف ازاي؟ طيب هقول لكم، احنا بالنسبه لنا بنقدر ان احنا عن طريق صورة أو فيديو بنستخدمها غلط وبيبدأ عملية ابتزاز لبعض الأفراد. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، اسم حضرتك؟ محمود افندم من القاهرة. أهلا وسهلا يا أستاذ محمود. أولا أنا أحب أشكر حضرتك على الموضوعات المهمة والهدف اللي حضرتك بتناقشيها في حلقات في برنامج حضرتك. الحاجة الثانية أنا عايز أتكلم في حاجة، هو موضوع السوشيال ميديا بتوقف على الإنسان اللي بيستخدم السوشيال ميديا، يعني في ناس بيستخدمها في الخير وفي الأبحاث العلمية وفي ناس بيستخدمها في الشر. هو الأول وفي الآخر الإنسان نفسه هو اللي بيستعمل إيه، زي ما السكين ممكن نستعملها إن إحنا في الخضار ونقطع بيها الخضار وممكن نستعملها في الأكل. حقيقي. هو في الأول وفي الآخر البني آدم هو سلوك البني آدم هو اللي بيختار هيتعامل مع الوسيلة اللي معانا إزاي. تمام. هنا في مصر للاسف احنا هنا في مصر بنستخدم كل حاجه غلط، يعني احنا بنجيب كل حاجه من بره، هم بيستعملوها صح بره لكن احنا هنا بنجيبها وبنستعملها غلط. السوشيال ميديا بره هتلاقيها مستعمله في نشر مساعده الناس، في نشر ابحاث علميه، احنا هنا بنستعملها عشان نخش نتعرف وكده يعني. لكن هو في الاول وفي الاخر ده ثقافه واسلوب، لازم البني ادم الاول يبقى لازم الاول نثقف نفسنا الاول قبل ما نجيب اي حاجه من بره. احنا للاسف بنقلد تقليد اعمى بدون ما يكون عندنا خلفيه ثقافيه سليمه. الغرب عنده سوشيال ميديا احنا لازم نجيب زيه، الغرب عمل مش عارف مهرجان هالوين احنا نعمل زيه، الغرب عمل مش عارف هدوم مقطعه احنا نجيب هدوم مقطعه زيه. فللاسف احنا بنمشي بناخد منهم اسوء حاجه وبنعملها، لكن ما بناخدش الايجابي، دايما بنبص للسلبيات. تمام تمام بالظبط. بس وفي الاخر انا بشكر حضرتك واتمنى لحضرتك التوفيق في البرنامج وشكرا لحضرتك. ميرسي جدا استاذ محمود، طبعا شرفتنا داخل بالمكالمه الهاتفيه دي. طيب هو ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي هي السلبيات، هو كل شيء اساسا بالنسبه لنا بيكون هو شيء نافع، ولكن احنا اللي بنستخدمه اسوء يعني اسوء استعمال او استخدام. طيب زي ما قلنا ايه السلبيات، السلبيات ان احنا دايما بناخد الشيء ونشوف ايه عكسه ودايما نعمله. انا مش عارفه ليه دايما الحاجه بيكون الطريق صريح قدامك وانت لازم تاخد منحدر تروح الناحيه دي. تمام، زي ما قلنا في الصوره والفيديو بيبدا ان هو ينتشر يعني بيبتزوا بيها بعض البنات وبتحصل مشاكل كتيره جدا، وممكن البنت يعني بتخسر سمعتها وفي نفس الوقت اهلها يعني بيحسوا بالعار، وده بيؤدي ان هي ممكن البنت تخلص على حياتها بايديها يعني. تمام، فاصبح ان احنا بنستخدمه غلط، بنستخدمه ان احنا كمان ممكن يعني تفكيرنا بقى متاح ان احنا ممكن في مواقع كتيره جدا مواقع معرفه. المشكله ان احنا ممكن نستفيد وندخل نبحث عن المعلومه،
تمام؟ زي ما قال كده في الاتصال الهاتفي استاذ محمود اما كلمنا وقال بره بيستخدموه في الابحاث وبيستخدموه في الحاجات المفيده وفي ان هم يقدروا يوصلوا لاعلى مستوى فكري وثقافي، انما احنا ما بنستخدمش، احنا دايما فكرنا بيروح لحاجه ثانيه خالص. تمام؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ طيب ده بيرجع لايه؟ لعدم رقابه من الاهل ولا من المدارس ولا الانسان بطبيعته بيكون عنده الفضول القاتل ان هو ممكن يعمل الحاجه وعكسها. دايما بنبص من لا اغلبيه السلبيات احنا بنتعامل فيها في مجتمعنا وفي حياتنا اليوميه، ولكن قليل جدا بنسبه ضئيله اللي ممكن بلاقيه بيستخدم الحاجه الصح، وممكن يعني بينا وبين بعض بنعمل حاجه مفيده، انت تستفيد وانا استفيد. دايما بلاحظ على مواقع السوشيال ميديا الشيء الضار هو اكتر من الشيء النافع. دايما بلاقي بعض الترندات اللي بيبقى ملهاش اي لازمه واخده وضع اخضر، يعني مساحه اكبر من مساحتها، وبتبص بتلاقيها ما شاء الله ممكن تكون حاجه مفيده مش واخده حقها. ده في حاجات كتير، دايما بتكون في ناس مثقفه مش عارفه توصل للي هي عايزاه، وان هي بتكون واقفه عند حاجه معينه مش عارفه توصل، وغيرها بيكون انسان فاشل لا يفقه شيء في اي شيء، ومع ذلك وصل لحاجه للترند والعالميه. ليه اصبحنا ان احنا تفكيرنا يعني مش هقول يعني مش في مستوى النظر اللي هو متشاف، لا بالعكس ده تحت خالص، تحت اللي احنا اصبحنا مش متشافين، تحت اللي اصبحنا ان احنا عالم اصبحنا يعني معلش يعني سوري في الكلمه دي اتفه مما يمكن. السوشيال ميديا لها تاثير، لها تاثير على اولادنا وعلى بناتنا في السن الحرج اللي هو سن المراهقه اللي ما بقدرش اسيطر عليه، السن الخطير جدا اللي هو عنده فضول ان هو يمارس كل حاجه ويعمل كل حاجه. وبتبدا يعني من الشاب ان هو ممكن يكون سنه صغير جدا وتلاقيه ماسك سجاره وهو يعني لسه ما طلعش من البيضه. البنت بيبقى لسه سنها صغير وتلاقيها بتفكر في حاجات معلش اللي في سنها الكبير يعني اللي اكبر منها سنا والنضج وعلى قدره عاليه من الثقافه والفكر ما بتوصلش لمدى تفكير البنت اللي عمرها 17 سنه او 16 سنه. فمين هنا السبب؟ البيت وعدم الرقابه، تمام؟ وانشغال الاب والام بالحياه وان هو ازاي يعني يوفر له حياه كريمه، وفي نفس الوقت ما بين ان بنته ولا ابنه ممكن يكونوا منحرفين اخلاقيا. انتشر الموضوع برضو في الناس المثاليين، بقى حاجه يعني صعبه جدا، شيء مقزز، ممكن تلاقيه داخل البيوت وداخل اماكن عامه وداخل اي مكان وداخل 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 وداخل. في جرايم وفي يعني مشاكل كتيره قوي حاصله بسبب الكلام ده، اصبح البنت مع البنت والولد مع الولد واحنا كلنا رايحين في داهيه. رايحين في داهيه لان هو ده الجيل اللي طالع الجديد. لما بنت عمرها 14 سنه ولا 16 سنه تمام ممكن تمارس علاقه مع صديقه ليها، ممكن ولد نفس طب هنا احنا ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ بقى متاح الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، اي موقع متاح ان انت ممكن تدخله، والمواقع الاباحيه الشيء المفيد، بندور على الشيء اللي هو دايما بيوصلنا، تفكيرنا بقى محدود جدا. طب الاب والام هيعملوا ايه في ظل ان هم عنده 3 اولاد ولا 4 اولاد وفي نفس التوقيت هو مشغول بلقمة العيش؟ المدرسين بنتكلم وبنقول كذا وهم برضو نفس الحكاية، واصبح ان الموضوع مش داخل وخارج البيت، لا ده ممكن يكون في اماكن. وقبل كده على فكرة حصل مشكلة وحصلت جريمة قتل ما بين بنتين كان سنهم صغير، وان البنت دي كانت قاعدة في مكان لوحديها وفي شقة لوحديها، وفي نفس الوقت الاب والام منفصلين والبنت عايشة هي وصاحبتها، وكانوا برضو مثاليين وفي نفس الوقت قتلت صاحبتها. طيب احنا هنعمل ايه يا جماعة؟ احنا رايحين لفين؟ مواضيع شائكة وهامة جدا، لاني انا ممكن اتخيل، انا ليه بتكلم؟ لاني انا ممكن اتخيل ان الموضوع ده يحصل مع بنتي مع ابني، تمام؟ بكون خايفة جدا
ما هو ده طبيعي، لان الاماكن العامه فيها تفتح زياده عن اللزوم، بتلاقي غصب عنك انت ما بتبقاش ان انت بتقدر تحتكره، ان انت عندك فيه كذا وتتعامل مع كذا وعلاقاتك تكون محدوده. مفيش حد بيقدر ان هو يسيطر على اولاده وابنائه وبناته في العلاقات. مش هتمشي وراء الاب والام، مش هيمشي ورا البنت والولد ويعرفوا هما بيكلموا مين. صعب جدا. هنقول تربية، هنقول فعلا الأب والأم مربيين، هنقول إيه؟ ضعف نفوس أساسا، ضعف إرادة عند البنت والولد، مش عارفة. الحياة الاقتصادية والحياة اللي احنا بنعيشها والظروف اللي احنا فيها هي السبب، مش عارفة. لأن كل يوم في مشكلة جديدة، كل يوم في ظاهرة جديدة، كل يوم احنا بنتعب نفسيا من الاشياء المشينه والمسيئه دي اللي الواحد مش متقبلها. انت يعني رايح في طياره، انت مش عارف انت رايح فين. مواقع السوشيال ميديا ليها تاثير، وتاثير قوي حقيقي. البنت دلوقتي ممكن تلاقيها بترد على باباها ومامتها بقله ادب. على فكره انا بكلمكم من نماذج حيه قدامي، ودي موجودة بالفعل. بنت أو ولد بيردوا على أهاليهم بآخر قلة، يعني بقلة أدب وقلة ذوق وعدم تربية. وللأسف الأب لأنه بيكون وصل لسن كبير ما بيقدرش إن هو ممكن يتعامل معاه، ده ممكن يوصل بيه الأمر إن هو يغلط في والده ويمد إيده عليه. شفتوا بقى مدى الأخلاق وصلتنا لفين؟ تخيلوا اما بيجوا الابناء دول بيتجردوا من الاب والام اللي هم تعبوا سنين عشان يربوهم ويطلعوهم زي ما هم موجودين دلوقتي كده، اللي هم بيحس ان هم ما شاء الله زرع شيطاني، وانا وصلت للي انا عايزاه بدون تربيه بدون اي حد، بشم نفسي بتعالى على ابويا وامي، بتعالى على اللي ليا على اهلي. لما انتوا كده وجيلوا طالع ما شاء الله عليكم، هتربوا ازاي؟ هتبقى لكم بيوت وهتخلفوا وهتربوا ايه وانتوا اساسا معدومين القيم والمبادئ؟ كلامي ممكن يكون شديد شويه، بس لاني والله فعلا انا بشوف اباء بكاد ان هم بيكونوا مكسورين من جواهم، لما بيحسوا ان هم تعبهم وشقاهم ده كله راحوا على اولادهم. وللاسف مفيش كلمه شكر. والفضايح علني على الفيسبوك وعلى الانترنت وعلى السوشيال ميديا. انتوا متخيلين؟ لا مش متخيلين. انتوا متخيلين احنا وصلنا لايه؟ الاب والام بيكونوا مغلوبين على امرهم. ده بدل ما بيفرحوا ان ده ابني ولا بنتي اللي انا تعبت فيه هو ده السند والظهر ليا، بل بالعكس ده هم بيكونوا السكينه الحاده، لا ده مش حاده، السكينه التلمه اللي بتطعني في ظهري. بصوا كام مره وكام دقيقه الاب بيموت فيها، والام نفس الموضوع، والبنت بتعمل كل اللي هي عايزاه والولد بيعمل كل اللي هو عايزه. صح؟ كتير قوي منكم وانتوا حضراتكم كلكم بتتفرجوا عليها بتشوفوا في نموذج داخل كل بيت، نموذج داخل كل بيت، مش هقول في بيوت، نموذج داخل كل بيت، ومن مختلف يعني هنقول ايه الفئات، مش هنقول فئة معينة او مستوى معين، ده موجود على المستوى العام. ليه وصلنا للطريقة دي؟ السوشيال ميديا مواقع للمعرفة، للثقافة، لنشر التعليم، لنشر المعلومة، المعلومة الصح الصحيحة الموثوق فيها. ولكن أصبح دلوقتي لا، كله بيروح لأماكن تانية خالص. صح؟ رايحين لفين؟ تعبنا نفسيا من كتر الظواهر اللي بقت موجودة حاليا ومش عارفين نعمل ايه. رقابة من الأب والأم ولا من المدارس ولا من الحياة ولا من العيشة ولا من إيه بالظبط؟ صعب أوي 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 أوي. صعب إن أنت ممكن تكون ماشي في مكان وبتلاقي بنت بتقل أدبها على مامتها، بتبقى أقسم بآيات الله عايز تقلع اللي في رجلك وتديها بيه.
هي بتفتكر الناس بيقول لها برافو ايه ده ما شاء الله انت كبرت وعرفوا يربوا، لدرجه ان انت اللي بتحكمهم وبتربيهم مش هم اللي بيربوكي. شفتها كتير وحصلت قدامي، بيبقى صعب قوي قوي، والام لا حول لها ولا قوه، سنها كبير ومش قادره تقوم مديها بالقلم على وشها على قله ادبها في الشارع، والناس يعني هتعمل ايه؟ الولد ممكن يتطاول وصوته يعلى على ابوه عشان ما شاء الله كبر وطول وتلاقي له شنب، يعني خلاص بقى راجل، فهيمارس رجولته على والده اللي رباه، اللي مازال وهو صوته بيعلى عليه هو بياخد مصروفه منه وبياكله وبيشربه، ولما بيخرج بقى مع المزه بتاعته وطبعا هات انا رايح درسي فكده، وبيخرج بقى مع البنوته اللي بيعرفها بيكون على علاقه بيها. انتوا متخيلين؟ يعني انتوا متخيلين؟ موضوع صعب قوي 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 بجد. يعني عندي حاله صعبه قوي، اب شاف عدم تقدير من ولاده اللي تعبوا فيه اللي تعب فيهم، شاف قسرته وانحناء ظهره عليهم ملهاش اي لازمه، اصبح الو اصبح ان هم لا حول لهم ولا قوه، مغلوب على امره، مجرد ان هو اي تي ام عايزين وعايزين 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 وعايزين. يعني انتم متخيلين رايحين في حته مش بتاعتنا خالص؟ يا ريت نستخدم كل حاجه صح وزي ما هي موجوده نستخدمها في 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 يعني في الحاجه المفيده اللي تفيدنا كلها، وانت تفيد غيرك، انت لازم تكون افاده لغيرك، تفيد وتستفيد بالمعلومات، بانتشار بانتشار العلم بالثقافه بالابحاث كده. للاسف احنا وقت برنامجنا خلص، واتمنى ان انتم تنتظروني في حلقه جديده من برنامجنا اس ام اس مع منى عبد الرحمن.